يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل استخدام الانترنت أثناء العمل كمطالعة الأخبار والأغراض الخاصة هل يجوز ذلك مع أن هذه الخدمة قد دفعت قيمتها من العمل مقدمة والإدارة تعلم بذلك؟ إذا كان هذا يشغلك عن أداء العمل وأداء الوظيفة فلا يجوز، حتى لو أرخص لك المدير ما يجوز. خلص عملك، وقتك، خلص وقتك للعمل، ولا تدخل عليه شيئا آخر، لأنك تقبض بدل هذا العمل من الدراهم، ولا تفوت شيء من الوقت مطالعة الإنترنت أو غير ذلك. نعم.